رقم 10 جاهز جدول الدوري المصري في الموسم الجديد، موسم 2024-2025. وبكل بساطة هقول لك أهم المعلومات اللي تهمك. مبدئياً كده الموسم الرياضي بتاعنا مكون من 264 يوم، عندنا توقفات خاصة بالبطولات الأفريقية للأندية هتاخد لها 37 يوم، وتوقفات دولية هتاخد لها 36 يوم، وفي نفس الوقت هيتلعب كأس الرابطة معاهم 13 يوم توقف لإقامة مباريات كأس مصر، وعندنا كمان توقف استثنائي في أول يومين من شهر رمضان علشان الجسم يتعود على الصيام. هيتبقى لينا 176 يوم، ودي الفترة اللي هنلعب فيها بطولة الدوري اللي هتبتدي من 23/9/2024 وهتنتهي في 28/5/2025. وحطينا مواعيد محددة للمباريات المؤجلة المحتملة تحسباً لأي لقاءات طارئة في نص الموسم زي بطولة الانتر كونتيننتال. وبكده نكون وفرنا للاعبتنا وجمهورنا موسم طبيعي ووقت كافي للراحة. فاز عندك يمكن تحدي.